والآن نرحب بالنقاد الكرام عبر الرحلة التي كنتم فيها معنا في دوري النقاد لمزيد من النقاش والتحليل، ولكن أرحب مرة أخرى بالأستاذ رامي المتولي ناقد فني، والأستاذ مصطفى الكيلاني الناقد الفني، وأيضا علي القشوطي الناقد الفني. أبدأ معكم بما يسمى التوب 3، أفضل ثلاثة مسلسلات، وأبدأ من الأستاذ رامي المتولي. والله هي بالنسبة لي أنا حشاشين وجودر والمعلم وحق عرب مع بعض، يعني هم نقدر نقول إن هم جونرا واحدة، والاتنين مع بعض بيمثلوا أعلى مسلسلات في الجونرا دي من وجهة نظري. طيب أذهب إلى أستاذ علي، توب 3 مسلسلات. طبعا الحشاشين وجودر ومسار إجباري، هو ثلاثة قليل صراحة، محتاجين 10. أيوة طبعا، هو كل المسلسلات الحقيقة في هذا الموسم قوية جدا. نحن نتحدث عن حوالي 20 مسلسل متنوع ومختلف، وخصوصا مسلسلات كانت في النصف الأول فقط، مسلسلات كانت في النصف الثاني فقط، ولكن كعادة دوري النقاد يجب أن يكون هناك بعض التحديات. أذهب إلى أستاذ كيلاني، التوب 3 مسلسلات بالنسبة لك. بالنسبه لي طبعا الحشاشين، متفق مع اصدقائي وزملائي الاعزاء، وطبعا جودر، لكن الثالث انا مختلف شويه، انا حبيت جدا بدون سابق انذار، تعرض في النصف الثاني من رمضان وما خدش حقه شويه في بسبب انه الناس تعرف في النصف الثاني ما بتكون مشغوله شويه، لكن وتشبعت بقدر ما، لكن بدون سابق انذار عمل عظيم. يعني هناك اسماء مهمه لمعت وراء الكاميرا هذا العام. بالظبط، تعالي نتكلم عن المونتاج العظيم بتاع رحيم العويلي في جودر، احمد فايز ديكور العظيم في جودر، تيمور مدير التصوير. تعالي نتكلم عن المخرجين، هتلاقي هاني خليفه، هتلاقي اسلام خيري اللي عمل صوره ومونتاج وتقطيع احنا افضل من مسلسلات عالميه بنفس الصيغه التاريخيه. يعني هذا الموسم اذا اردنا تقييم الموسم بشكل عام، تقييمك للموسم؟ تقييمي للموسم ان احنا بيحصل تطور كبير جدا، طبعا طموحنا ان احنا يبقى فيه تطور اكبر بكتير، لكن احنا حتى الان مش واصلين لنقطه جيده قوي. انا شايف انه الخطوه اللي جايه انه انا مسلسلاتي اللي بتتعمل بالشكل والجوده دي، وخاصه بعد المستوى الكبير من تطور الكتابة وتطور الإخراج وتطور التصوير والديكور وغيره، والجرافيك اللي كان حاصل السنة دي وظهر بشكل وجراءة الأفكار أيضا، طبعا وظهر بشكل واضح في الحشاشين وفي جودر، من تقنيات وشغل زي ما قلنا في السينما في دون سابق انذار، وفي لحظة غضب كذلك اللي كان خطريا على واتشت. أنا شايف إنه إحنا لازم بالتزامن مع نزول مسلسلاتنا في القنوات التلفزيونية ومنصة واتشت، لازم مسلسلاتنا تكون في عدة منصات عالمية، ده مهم جدا جدا، وخصوصا ان انا عندي مستوى اقدر اقول اللي انا شفته، خاصة من شغل اسلام خيري اللي هو جمهور عربي وعالمي الآن. يعني نتحدث عن مسلسلات أحدثت ضجة في دول غربية وعربية كثيرة. أذهب إلى الحشاشين أستاذ طبعاً. صحيح، تفضل أستاذ كيلاني. الحشاشين طبعا، يعني احنا بنتكلم على انه احنا بنشوف رسائل وبنشوف بوستات، بنشوف كتابات من عدد كبير جدا من الوطن العربي، ناس كتير جدا، لما التلفزيونات غربية تتكلم عن مسلسل الحشاشين، لما نقاد عرب النهارده قاعدين بيناقشوا روعه جودر. لا احنا في مرحله مهمه وكبيره قوي قوي، محتاجين نكمل عليها. استاذ علي، ايضا تقييمك للموسم بشكل عام. ان الموسم 2024 موسم بيشكل نقله كبيره جدا في مستوى الدراما التلفزيونيه اللي بنقدمها. يمكن الحشاشين عمل نقله كبيره جدا في الدراما المستوحاه من التاريخ بكل تفاصيلها، سواء في طريقة الإخراج، في تجهيز مشاهد المعارك، في الديكورات، في الأزياء، حتى على مستوى الأداء التمثيلي، بالإضافة كمان لأن مسلسل زي مسلسل جودر حقق نقلة نوعية كبيرة جدا في عالم الدراما الفانتازيا. أعتقد أن ده هيفتح مجال كبير جدا في السنوات اللي جاية أن يكون في مزيد من الإنتاجات الكبيرة اللي ممكن تكون كانت تحديات
لكن باعتبار ان الشركه المتحده تحدت نفسها ونجحت في هذا التحدي، فاعتقد ان ده هيكون مجال كبير في الفتره اللي جايه ان هو يكون في اعمال مشابهه او اعمال على نفس هذا القدر من الجوده والاحترافيه. واعتقد ان احنا عندنا فرصه كبيره السنه دي ان احنا مسلسلات زي الحشاشين وجودر وغيرها ان هي تنافس على جوائز الايمي في الموسم اللي جاي. أستاذ رامي، في إيجاز للأسف لضيق الوقت، تقييمك للموسم بشكل عام؟ هو المخرجين بالنسبة لي هقولهم سريعاً، إسلام خيري، بيتر ميمي، وهاني خليفة. بشكل عام أنا شايف أن في موسم جيد جداً، في عناصر قوة كتير. طبعاً في مسلسلات كانت ممكن أقل شوية من المستوى أو جات في مستوى متوسط، لكن النسبة الأكبر كانت للمسلسلات اللي كان فيها تفوق في العناصر، بالذات في المونتاج، في التصوير، في تصميم الإنتاج، في الديكور، في الملابس، بشكل مباشر كمان في الموسيقى التصويرية. يعني صحيح. جودر تحديدا احنا عندنا اتنين من أهم المؤلفين الموسيقيين في مصر، شادي مؤنس وعزيز الشافعي. عزيز الشافعي كان مسؤول عن التترات والفواصل الموسيقية، وشادي مؤنس كان عامل الموسيقى. طبعا ده حاجة يعني نقدر نقول ان كان والتترات بشكل عام هي قوية جدا. نحن نتحدث عن وائل الفشني، محمد صالح، أصالة، كنت لسه العديد حضرتك من التترات. بالضبط. صحيح. شكرا جزيلا. مشكورك الأستاذ رامي المتولي والأستاذ مصطفى الكيلاني والأستاذ علي القشوطي النقاد الفنيين، بشكركم شكرا جزيلا. كنتم معنا في الحلقة الأخيرة من دوري النقاد.